ماكو شيء بالعالم انتجت انتج للحضارة الإنسانية والمدنية ما طلع من العراق. ديمقراطية يقولون ديمقراطية غربية، ديمقراطية في ملحمة قلقامش، وهي قبل اليونان، قبل اليونان يمكن 2000-3000 سنة اللي بدت فكرة الديمقراطية. احنا في ملحمة قلقامش، قلقامش لما جو الأعداء على أسوار بابل كان اكو مجلس شيوخ ومجلس شباب. مجلس الشيوخ قال له احنا ما نقدر على الاعداء ما نحاربهم. قلقامش مقتنع، راح على برلمان الشباب، مجلس الشباب متحمسين، قال له لا لا احنا نحارب الاعداء. شوفي هاي موجوده في اول ملحمه مكتوبه بالتاريخ، يعني قبل اي شيء مكتوب. ما تزمت برايه وانما لا هذه الديمقراطيه، كان اكو مجلسين، مجلس شيوخ ويعني برلمان لل يعني الكبار يعني خبره وللشباب.